إن شدة الصدمة التي تتعرض لها السيارة من الأمام تعادل قوتها بين 30 إلى 40 طناً حسب سرعة السيارة، وهذا هو السبب الذي جعل الأطفال يشكلون نسبة 25% من ضحايا الحوادث المرورية ونسبة 100% من المصابين إذا كانوا داخل المركبة ولم يربطوا حزام الأمان. ضعوا لأطفالكم أحزمة الأمان من أجل سلامتهم. الأطفال حديث الولادة. بعض الأمهات يضعن أطفالهن في المقعد الخلفي داخل مهد محمول دون ربط، وكما ترون فحين تتعرض السيارة إلى توقف مفاجئ يتعرض المهد وبداخله الطفل للاصطدام. لذا ينبغي على الأمهات والآباء ربط المهد بإحكام حفاظا على حياة الأطفال كما هو مبين في هذه التجربة. طفل يجلس قرب المقعد، طفل يقفز فوق المقعد، كل يتطلع للشارع، كل منهم يبدو أسعد. يلهو يا من يخرج من نافذة كفة أو قد يخرج منها رأسه، وللطفل فامنع طفلك كي لا يهلك، واحرص أن ترقبه وحدك كي لا يتعرض للأخطر، فامنع طفلك كي لا يهلك، واحرص أن ترقبه وحدك كي لا يتعرض للأخطر. ربما يتجر بعض الأطفال من حزام الأمان ولا يطيقونه، لكن مسؤولية الأبوين تكمن في تعويدهم على ربط حزام الأمان والجلوس في مقاعدهم أثناء سير المركبة. الالتزام بتعاليم السلامة دلالة حضارية، فلنلتزم بها جميعا من أجل سلامة أبنائنا. Yeah!
قد يتضايق الأطفال من أحزمة الأمان ولا يطيقون هذا القيد داخل السيارة، لكن مسؤولية الأبوين هي القيام بتعويدهم على ربط حزام الأمان والجلوس في مقاعدهم أثناء السير. وقع هذا الحادث وأدى إلى إصابة سائق السيارة الخضراء إصابات بالغة، نقل على أثرها إلى المستشفى. وقد أشارت التحقيقات إلى أن الأسباب التي أدت إلى هذا الحادث هي أن صاحب السيارة الأولى كان يداعب ابنه الذي يجلس في حضنه، علما بأنه لا يحمل رخصة قيادة، وقد تجاوز بسيارته الإشارة الحمراء متعمدا، في حين كانت الإشارة الضوئية مضاءة باللون الأخضر لصاحب السيارة الخضراء. إن السيارة وسيلة نقل لا وسيلة قتل، فاحذروا التسرع. الأمن والسلامة لكل من يستخدم الطريق.